كامل والكامل يلا. المنصة الرئيسية للجمهور كامل موجودة وكاملة عندنا، مجلس الفي اي بي، عندنا المطعم لوجبة الغداء للجمهور والمشاركين هناك، بالإضافة إلى المحلات التجارية الموجودة في المهرجان، في هذا المهرجان مهرجان مرمي. يوجد طبعا توصيل من البوابة الرئيسية من الشارع الرئيسي إلى موقع المهرجان، وهناك طبعا الشارع معبد ومجهز حتى سيارة الصالون تقدر أنها تواصل أو توصل إلى مقر المهرجان لاستمتاع هنا بفعاليات الرماية، بكثير من الفعاليات، الورشة العمل للصقور، كثير من الفعاليات الإضافية والمصاحبة لهذا المهرجان. يا هلا ويا مرحبا فيكم في مهرجان مرمي 2020، والوعد مرمي.